قنفل وورقة غار، بطاطس وجزر وبصل، دول بطبخهم كلهم مع بعض. بس الأول بجيب هنا شوية من الزيت، حط شوية زيت هنا اهو، وشوية من السمنة، زيت وسمنة، دول اللي هطبخ فيهم. نقلل السمنة شوية هنا اهو. دول اللي هطبخ فيهم ورق الغار والفلفل الأسود والحبهان والقرفة، دول بس أحمرهم كده شوية. تبتدي ريحة السمنة والزيت تتغير ويبقى ليها ريحة البهارات اللي أنا حاططها. بعدها ابتدي أحمر فيها اللحمة، يبقى اللحمة هنا مش هسلقها، اللحمة هحمرها. طيب بقت ليها ريحة مميزة مختلفة، بس احمرها شويه كده اهو، واحمر معاها بقيه المكونات. هبتدي بالبصل، احط بصل مفروم ناعم، بحمره هو في ناحيه وبحمر اللحمه في ناحيه تانية. بس نخليها تتحمر شويه، لونها يغير شويه هنا اهو، والبهارات موجوده فيها، فاللحمه هتكتسب طعم البهارات اللي احنا حطيناه. وبعدين هضيف عليها الجزر، على اساس كل ده هطبخه مع بعضه. والبطاطس، قطع البطاطس، كل دول بنحطه هنا. هتبل ديت بجنزبيل مطحون، ممكن استعمل جنزبيل طازة. نقلب كل ده هنا اهو، اتاكد ان النار عندي هنا ولع على الاخر. حط شوية من الجنزبيل، واحط شوية من صلصة الطماطم مع الزعفران، يبقى صلصة طماطم وزعفران هنا اهو. كل دول بطبخهم مع بعض، يبقى دي كده عندي اللحمة اللي أنا عايز أعملها، اللي هي لما هضيف عليها شوية تانيين من صلصة الطماطم. عندي صلصة طماطم من هون بحطها عليها، وبضيف مرقة، وأسيب كل ده ينطبخ مع بعضه. هتبقى صالونة، سيب كل دوت ياخد الطعم والنكهة من بعضه، وأقلبها وأسيب اللحمة ديت لغاية لما تستوي وكل الخضار دوت يستوي ويتسبك الطماطم مع بعضها شوية. يبقى عندي هنا هوت الصالونة اللي احنا هنستعملها مع خبز مختلف شوية. دي تكون اللحمة استوت، البطاطس استوت، كل حاجة هنا عندي استوت، وعندي فيها كمية كبيرة من المرقة. هتبل ديت بشوية ملح وفلفل، وابتدي اعمل الطبق اللي ممكن اسميه بالاسم اللي انا عايزه، لانها حاجة مختلفة. خدت خاصية الصالونة، وده رقاق اصلا بتعمل رقات، لكن انا مش هطبخه بالطريقة اللي بنطبخه بيها، لا، انا هحط شوية منه هنا. وعشان كده كترت المرقة، لكن لو هو هعمله ثريد، بستعمل خبز مميز ومختلف عن دوت. ده بحط هنا، بحط شوية من المرقة عليه يبوش شوية، نكسر ده هنا. وبعد كده بجيب الطبق اللي هقدم فيه واحط كميه من الرقاق تاني. نجيب ده، بجيب الرقاق واكسره في قلب طبق التقديم،
الاساس ده اللي هيتحط فوقيه اللحمه. نجيب الرقاق اللي احنا كسرناه وطريناه شويه هنا بشويه من الصلصه، احطه في النص وبعدين ابتدي اغرف الصلصه واللحمه، بس احط الصلصه الاول علشان اتاكد ان كل دوت طري. كل ده من هنا اهو بالطريقه ديت، وعبال ما اجي اقدمها واجي اكلها كل دوت هيكون طري، وممكن اسيب لكل واحد حريه الاختيار لو عايز يضيف هو الخلطه بتاعته او يزود او يقلل. وبعدين بحط اللحمه هنا في النص، واكيد بتاكد ان فيها بطاطس وجزر فتبقى حاجه مختلفه عن المعتاد، تبقى مش طبيخ على رز، لا انا استعملت نوع عيش موجود عندي اللي هو الرقاق، وافضل يكون الرقاق ناشف مش الرقاق الطري. شويه هنا من الخضار، عنقود القرفه، اتاكد هنا ان ممكن ازينه بشويه صغيره من البقدونس، حاجه بسيطه هنا من البقدونس مش كتير، وديت بتكون ممكن لو عايزين تسموها فته ممكن تسمى فته، لكن الفكره فيها ايه؟ رقاق من اللي احنا متعودين عليه، بس بقدمه بطريقه مختلفه ومعاها